من أكثر الأخطار الصحية اللي تهدد مرضى العيون وطالت حتى الأصحاء هي موجات الغبار وما تحمله من أتربة عالقة ومتطايرة ومرتبطة بالتقلبات الجوية، وطالت واجتاحت الكثير من المناطق العربية. خلينا نتحدث عن هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور أمجد سعيد، أخصائي طب وجراحة العيون. هذا الموضوع يتطلب نتحدث عنه وما يجب تقديم إسعافات أولية في حال التعرض له. مرحبا دكتور أمجد. أهلا وسهلا فيك يا آيات. دكتور أمجد، لما نتحدث عن موجات الغبار وما تحملها من كائنات ميكروسكوبية دقيقة جدا قد تخلف وراءها آثار مدمرة للصحة، اليوم حديثنا عن صحة العيون، ما هي الآثار المحتملة دكتور؟ حقيقة موجات الغبار تحمل معها جانبين. نعم. الجانب الأول متعلق بالحساسيات اللي ممكن تؤدي إليها، والجانب الثاني هو الغبار والأتربة اللي ممكن تفوت جوا العين وتكون حاملة معاها برضو بعض الأجسام العالقة وتعلق داخل العين وتؤدي إلى انغراس جسم غريب على القرنية أو حتى تحت الجفن. فإذا بدنا نتحدث عن الحساسيات اللي ممكن تكون ناتجة عن الغبار، يعني هي جزء من منظومة حساسية عامة، فبالعادة بيكون الناس اللي عندهم حساسية مثل حساسية الأنف دكتور؟ بالتأكيد، فالناس اللي عندهم حساسيات للأنف، للصدر، حساسيات الإكزيما، هذول ناس كاتيجوري خاصة بنسميهم أو فئة من الناس بنسميهم عندهم إيتوبي أو ميل لتكوين حساسيات. نعم. هذول الناس بيكونوا أكثر يعني جاهزية إنه يتعاملوا مع حساسيات وأسبابهم مناعية بحتة. 100% 100%. نعم. فبيكون اللي عنده ميل لتكوين حساسيات تجاه أشياء عنده ميل لتكوين حساسيات تجاه أشياء أخرى، خصوصا في ظروف زي الغبار والأتربة أو يعني يكون الجو بالتأكيد. ولكن المراقب للمشهد تحديدا في الأراضي العراقية. نعم. يجد بأن موجات الغبار خلفت وراءها مشاكل لا تعد ولا تحصى طبعا. تحديدا لمرضى العيون اللي مسوين عمليات حديثا أو اللي عندهم مشاكل حساسية أو حتى أمراض. نعم. ما بالك بالأصحاء دكتور، كيف كان الأثر عليهم؟ يعني معظم الحالات اللي وصلتنا صراحة هي تتلخص زي ما حكينا جزء منهم بالحساسية. الناس اللي ما عندهم حساسيات كانوا يجونا بدخول جسم غريب تحت العين. نعم. مشكلتنا في العين إنه الجفن العلوي بيكون مغطي جزء من القرنية، وبالتالي أحيانا بيدخل جسم غريب وبيعلق تحت الجفن. نعم. بصير المريض وهو عم يرمش عم بيحرك الجسم الغريب ضد وبيزيدوا انغراسا، مش بس هيك وبيعمل خدوش كونه الجفن ماسك بالجفن وعم بيحك في القرنية فبيعمل خدوش. وهذول الناس للأسف صعب جدا إنه يتعاملوا مع هيك حالة في البيت، بيكونوا مضطرين يزوروا الطبيب لأنه الطبيب يبدأ بحملة بحث عن هذا الجسم الغريب. نعم. بنفتش في الفورنيسز في الجيوب الموجودة تحت الجفن العلوي والسفلي مشان ندور على هذا الجسم. إذا العملية ليست سهلة. بالتأكيد في البيت مش راح يقدر يتعامل مع شيء زي هيك. هل هنالك إذا دكتور طرق آمنة يمكن من خلالها تشخيص ما أصاب العين، أو هل يمكن اكتشاف هذا الجزء العالق داخل العين في المنزل؟ يعني هلا بالتأكيد من ناحية الأعراض سيشعر المريض بوجود يعني جسم غريب داخل العين، في إشي في عينه، ممكن يشعر بحرقة، بألم، بدمع، باحمرار في العين، قد يكون قادر على رؤية الجسم الغريب. بعض المرضى بيجونا بيحكوا دكتور أنا شايف في إشي معلق بالعين. طبعا إذا أنت شايفه مش عم بيرضى يروح بالرمش أو حتى بقطرات الترطيب يفضل ما تتعامل معه، لأنه أحيانا بيكون منغرس داخل القرنية وبحاجة لإزالة أدوات خاصة. ولا تحاول باللمس أو في أدوات معينة. لمس لا، أقصى ما هو مسموح للمريض التعامل فيه أنه إذا بيقدر يغسلها بماء نظيفة running water، يعني بيقدر يخليها أنه المي تمشي عليها يس، ممكن استعمل قطرات ترطيب. أما أي شيء يعني beyond that بعد هذه الخطوة بصير يعني بصير قد يؤدي لضرر أكثر. التي تستدعي طلب الرعاية الطبية من طبيب العيون. طبعا بالتأكيد. دكتور متى يميز المريض بأنه هو بحاجة لطلب الرعاية الطبية من أخصائي العيون؟ يعني أولا الأعراض زي ما حكينا، إذا في ألم، إذا في دمع شديد، إذا في شعور بجسم غريب ومش عم بيرضى وغير قادر على التقاط هذا الجسم بالتأكيد. لمدة كم دكتور؟ يعني ما بنفضل دخول جسم غريب تحت القرنية، ما بيروح إلا بإزالته. نعم. وبالتالي إذا حاول يتعامل معه حط قطرات وخلال نص ساعة على ساعة مش عم بيختفي الشعور بجسم غريب بده يزور طبيب عيون طبعا، ما يستنى على حاله. طبعا طبعا. طيب دكتور خلينا نتحدث على الصعيد الآخر عن العادات الصحية التي يمكن من خلالها تعزيز صحة العيون في ظل هذه الموجات من الغبار والأتربة.
يعني من الأمور اللي بتفيد بهاي الحالات الناس اللي بيلبسوا نظارات يلتزموا فيها. عظيم. لأنه بتشكل حاجز ميكانيكي بتمنع دخول الغبرة والأتربة على العين. الشغلة الثانية الخروج خارجاً ممكن تساعدهم لبس نظارة شمسية في إنه برضو تشكل حاجز ميكانيكي. نعم. يفضل في ثورة الغبار إنه ما نخرج خارج المنزل، مش بس عشان العين، عشان سلامة التنفس. المشكلة داخل المنزل دكتور، وخصوصاً غرف النوم التي نعم. نام فيها ونتنفس لمدة 6 ساعات أو أكثر. نعم. وتكون الأتربة مثلاً عالقة في الستائر، في البيضات، كيف نتصرف، كيف نتعامل معها؟ يعني للأمانة هاي يعني البيئة المحيطة، إحنا في بيئات صحراوية وبيئات يعني مغبرة. الشيء اللي بنقدر نعمله زي ما حكينا مثلاً فلاتر المكيفات تكون دائماً نظيفة. أحياناً في بعض المناطق اللي كواليتي الهواء مش كثير نظيفة ممكن يستعينوا بأجهزة خاصة نعم. لتنقيط الهواء. إنما للتعامل مع عين قطرات الترطيب. هو بالنهاية التنظيف المستمر. تنظيف البيئة المحيطة بالضبط. أيضاً عن الستائر التي تحوي فيها طبقات خميلة لأنها ممكن أن تعلق فيها أكثر الأتربة. ما في طبعاً يعني لا الطبيب الحساسية يستطيع نصح مريضه صحيح. فيما يتعلق في الحالة صحيح. العامة، يعني كيف يمنع وجود الحساسيات حوله. برضه بده يتأكد المريض من إيش عم بيتحسس، لأنه قد يكون أي شيء في محيطه هو مصدر للحساسية. نعم. تمام. وبالتالي يعني هو طبيب الحساسية اللي بيقدر يساعده في العناية ببيئته المحيطة. نعم. دكتور أنت قلت قطرات الترطيب يمكن استخدامها بشكل منزلي وآمن طبعا. للتخلص من الأجزاء العالقة داخل العين. نعم. قلت قطرات الترطيب، في حين بعضهم يلجأ إلى قطرات الكورتيزون. المشكلة بالاستخفاف، كيف يمكن أن نوعي المشاهدين؟ شوفي ست آيات، المشكلة أنه يعني في بلادنا للأسف وصف هذه القطرات يستطيع انه المريض ياخذها يعني حتى بدون وصفه استشاره طبيه. صحيح. في بلاد برا يعني بدون وصفه مختومه من طبيب معتمد لا يمكن ان يصل لهذه القطرات. نعم. المشكله انه كثير منها يحتوي على مواد اذا استعملت في مكانها الخاطئ قد تضر العين اكثر من ذلك. يعني لنفرض جسم غريب دخل جوه العين حطينا قطرات كورتيزون، قطرات الكورتيزون بتخفض المناعة. نعم. جسم غريب يعني احتمالية دخول بكتيريا أو إنه تكون ملوث. نعم. فإحنا عم بنساعد هالبكتيريا في إنه تعمل التهاب. صحيح. وهذا بيغير البيكتشر عند الطبيب لما يجي يفحص بلاقي إنه في جسم غريب بس ممكن ما يلقط وجود التهاب لأنه صحيح. خفضنا المناعة باستعمال القطرات. دكتور بس سؤال دائما يتراود على البال، يقولوا لك القطرة كم مدة صلاحيتها من تاريخ الفتح؟ هلأ للأمانة جواب جامع لكل القطرات ما في، يعني بعض قطرات الترطيب قد تستمر مدة صلاحيتها 3 شهور بعد الفتح. نعم. وبعض القطرات بنحكي ما بصير تتجاوز قطرات حساسية بشكل عام. عموما احنا بنحكي شهر بعد الفتح بتضلها صالحة، بعد هيك هي يعني مصممة بحيث انه المادة الحافظة اللي فيها تكون قادرة على منع حدوث تلوث لهذه القطرة. نعم. بالعادة شهر. نعم. ما لم يعني يكن مذكور على القطرة نفسها إنه هذه القطرة صالحة لاستعمال أكثر من شهر. عموما الإشي اللي أكثر من شهر معظمها هي قطرات ترطيب مش قطرات أدوية علاجية فيها مضادات التهاب. نعم. كل الشكر لك دكتور أمجد سعيد أخصائي طب وجراحة العيون، نورتنا اليوم في عوافي، وشكرا على المعلومات القيمة اللي قدمتها لمشاهدينا. بالعكس الشكر إليك وشكرا لاستضافتك. شكرا دكتور.